بعد أكثر من 30 يوم توقف للدوري مليانين بالتناقضات بين تعادل المنتخب الأول مع كينيا وجزر القمر وتتويج المنتخب الأولمبي بكأس أفريقيا، رجعنا لملك التناقضات الدوري المصري اللي عمل لنا ميكس ما بين الجولات الرابعة والخامسة والستة. أهلا بعودة أخطر دوري في العالم. مستحيل يكون في أصعب من اختيار أفضل 11 في جولة امتدت أكتر من شهر. في حراسة المرمى محمود جاد حارس إنبي اللي تألق في التصدي لفرص كتيرة من الزمالك وحتى كان قريب من التصدي لركلة الجزاء. في خط الدفاع علي فوزي باك يمين إنبي اللي قدم أداء دفاعي ممتاز جدا ومنع أي خطورة للزمالك من الجبهة الشمال. رامي ربيعة مدافع الأهلي رغم إن خطورة الجونة كانت نادرة جدا إلا إن كل ما هجوم الجونة كان بيحاول يوصل لمرمى الأهلي كان دايما رامي ربيعة موجود. محمد سمير مدافع المقاولين اللي سجل جول قاتل في أسوان علشان يرتقي بالمقاولين للمركز الرابع. أحمد شديد إناوي رغم خسارة الإنتاج الحربي من بيراميدز إلا إن خطورة الإنتاج الحربي كانت جاية من أحمد شديد إناوي اللي صنع جول الجولة لمحمد فيرا. في خط الوسط عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والورقة الرابحة لأي حد بيلعب فانتزي في الجول. عبدالله السعيد سجل جولين وصنع الثالث في الفوز على الإنتاج. وليد سليمان حاول أهلي اللي بيتألق في مركز صانع الألعاب وبيسجل هاتريك في فوز الأهلي الكبير على الجونة. مع حسين الشحات اللي كان في غياب رمضان صبحي اخطر عنصر هجومي للاهلي وسجل وصنع في الجونه. في خط الهجوم اريك تراوري اللي عمل دويتو ممتاز جدا مع عبد الله السعيد انهار قدامه دفاع الانتاج الحربي وسجل جول وصنع الثاني. رفيق كابو الاكتشاف الجديد لوادي دجله اللي بفضل تحركاته وسرعته العاليه جدا كان صداع في راس ميدو ومصر المقصه. محمد شريف ضد الزمالك تراجع إنبي في الشوط الثاني بكل خطوطه ما عدا محمد شريف اللي استمر في التواجد في خط وسط الزمالك علشان يستقبل أي كرة طولية ومن واحدة منهم قدر إن هو يسجل جول الفوز الأول في الدوري. فريق الجولة كان الأهلي. جماهير الأهلي كانت قلقانة من فترة توقف الدوري لأن الدوري وقف في فترة كان الأهلي فيها في حالة فنية ممتازة. الدوري توقف على فوز الأهلي على أسوان 5 ورجع على فوز الأهلي على الجونة 4. في حالة مدنية ممتازة وفي حالة فنية رائعة رجع الأهلي لاستكمال الدوري ولا كأن الدوري توقف. أفضل لاعب في الجولة وليد سليمان. الحاوي لسه في جرابه كتير وفي أول مباراة أساسي مع الأهلي الموسم ده بيسجل هاتريك علشان يطمن فايلر على خياراته قبل مواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا. وليد سليمان قادر يعوض غياب أي لاعب في خط هجوم الأهلي، صانع ألعاب، مش جناح يمين أو شمال ما يضرش، مهاجم بيخلص وبيسجل هاتريك. أجمل جول في الجولة هدف محمد فييرا للإنتاج الحربي في بيراميدز بعد التفوق على هدف عبدالله السعيد في الإنتاج الحربي. نص حلاوة الجول في القرار اللي خده فييرا، قرباج خلى أحمد الشناوي يقف منبهر بالكورة زينا، حطها له في زاوية يسكن فيها الشيطان زي ما بيقول. أفضل مدرب في الجولة رينيه فايلر. حفاظ الأهلي على مستواه والحالة اللي ظهر عليها ضد الجونة بيرجع لمدربه رينيه فايلر اللي قدر يعوض الغيابات بغياب حمدي فتحي أهم لاعب في خط الوسط وإجهاد رمضان صبحي وحقق نتيجة كبيرة على الجونة. فايلر اللي كانت جماهير الأهلي قلقانة منه دلوقتي حقق 7 انتصارات متتالية علشان يعادل رقم مانويل جوزيه في بداية مشواره مع النادي الأهلي. كمان هجوم الأهلي سجل 14 جول في أول 4 جولات من الدوري وده رقم ما تحققش من موسم 75-76. مفاجأة الجولة، هو في غيره؟ دايما الزمالك كريم جدا مع الفرق اللي بتعاني او الفرق الصاعدة حديثا للدور الممتاز، بس الحالة البدنية والوزن الزايد اللي ظهر بيه لعيب الزمالك ضد إنبي كان غريب جدا وبشكل واضح. ده بيخلينا نسأل الزمالك قضى فترة توقف الدوري ازاي وكان بيستعد لإيه؟ الأكيد ان طلبات الدليفري ما وقفتش في نادي الزمالك.